السيد لاشين نجم النادي الأهلي لتنس الطاولة قاد فريقه أسيسا بورجيس لبرونزيه بطولة كأس أسبانيا واللي اتلعبت من أيام. فرقة السيد لاشين كانت اتصدرت مجموعتها في دور المجموعات، وبعدها وصلوا للدور القبل النهائي واللي طبعا لعب فيه قدام فريق بريجو متصدر الدوري، وكمان يعني خسر متهيألي بنتيجة 3-0. وكمان نظام الكأس عندهم يعني غريب شويتين ثلاثة، لأنه ما فيش تلات ورابع عندهم، اللي بيكسب بيوصل النهائي واللي خسر من بطل المسابقة بيكون صاحب المركز الثالث. أما بقى اللي خسر من صاحب المركز الثاني بيكون صاحب المركز الرابع، وعلشان كده فرق الكابتن السيد لاشين حققت المركز الثالث. وبكده احنا خلاص خلصنا معاكم أخبارنا وجولتنا معاكم، وإن شاء الله يعني الأسبوع ده في ما شاء الله المزيد من البطولات زي كل اسبوع كده. الواحد بيفرح والله بيطمن لما بيلاقي كل اسبوع كده لاعبتنا وابطالنا المصريين بقى سواء على مستوى المنتخبات او كمان مستوى الانديه بيحققوا طبعا بطولات كبيره.